بين نفحات الهواء الباردة ومن تحت ستار العلم والمعرفة أزف لكم تحية تفوح برائحة الوادي إلى معلمي ومعلماتي وإليكم أصدقاء التلاميذ. يسعدني أنا التلميذ مصطفى جلالي أن أقدم لكم هذه المقتطفات الإذاعية. جميلا مشرقا بالأمل مع خيوط الصباح الأولى ليومنا الدراسي الجميل، نبدأ معكم في إذاعتكم المدرسية الجميلة. معلمي ومعلماتي، يشرف قسم الخامسة اثنان أن يقدم لكم إذاعة اليوم، وخير ما نبدأ به هو مثل هذا اليوم من سنة 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي سبوتنيك، ويزن 184 رطلا ويبلغ قطره 22 بوصة، ويدور حول الأرض كل ساعة و36 دقيقة. هو اليوم العالمي للحيوانات، وقد انطلق الاحتفال به منذ سنة 1925، وهدفه رفع مستوى الوعي بشأن حماية فعالة للحيوانات في العالم.